راهقتي؟ كنت فاكرة إنه المرة حمرة وشوية بودرة على الخدود. كنت أسرقها من عند أمي من الخزانة. لما صرت بالثانوي فكرت إنه المرة هي بخدم برفان تسريحة شعر ومعجبين وشباب، كل ما تجمعوا يكون مرة أكتر. بالجامعة صارت المرة غير شي، صارت لبس، فستان، تنورة، بلوزة بتكشف، بنطلون ضيق. بس ما عاد يكفي إنه يتجمعوا الشباب، صار لازم يتخانقوا مشاني. كل ما تخانقوا أكتر كل ما كانت تضيع مني الشرف أكتر. وعلاقات حب تطلع لعب، علاقات لعب تطلع حب. لبين ما تعلمت إنه الصدر لحاله ما بيعمل إن المرة مرة، لازم يكون في وراء قلب.